خويا على الزبيك خويا ويجري من بعد السوق ومجالس فرجيته ما نسيته لا وحق فرقت شلونك ما نسيته خويا فك القبر خل نحش منك ودورك فك القبر عطينا عظمي خلنا حش منك خوي الطين عذرك خل نشم ايام زهر الطين عذرك خوي ابع الصدر خوي ابع الصدر خاف ويلك ما تحافر على الصدر خوي احش ميتك في يجوم من الشتايم حشميته خويا حشميته في يجوم من الشتايم حشميته خويا ما لقيته خويا دورت حبل العصاصة وما يقولون أرباب المرات لما دخلت زينب إلى مجلس يزيد عليه اللعنة كان طفل واقف أمام يزيد يزيد عليه اللعنة أمام رأس الحسن وزينب دخلت إلى يزيد رأت رأس الحسن وقف الطفل أمام يزيد قام يزيد عليه اللعنة أراد أن يضرب زينب قال الطير لا يا أبا لا تضربها تعجب يزيد قال لما قال أبا يزيد والله عندما أردت أن تضربها أثبت الرأس إلي العباس عليه السلام تقول له وصلت حدها ما تفزع يا عباس خويا مربي لي شي براس سنين خويا يا ريت الموت اشوفه ولا عصي جديد تلعب يا كبير وراس العصي يا ريت الموت اشوفه أو لا عصيتي تلعب يا كفيل براس
حسين حسين تمنيتك بهذا اليوم موجود شان ما طفينا جاهاي الدواوي خويا حتى دموع اليوم تنخاك اسمع حتى دموع اليوم تنخاك تعال قبل تجيني بناية شفية Yeah.
الأب لا مرة عادنا يفوق ومن الدعار من عندي شاد أخذ شمعة البيت ونور الفار أبونا كان خير المجمع ويلمن على مصاب يا خي حسبت نشتغل عنك سيد وما